تحية كبيرة لمشاهدينا عبر موقع فانت. أنا السامية عرموش ورايحة أطلعكم على أبرز البرامج في المجتمع العربي الحفاوي لنهاية الأسبوع الجاري ومطلع الأسبوع الجاي. فشو بيستنانا الجمعة المساء؟ بدعيكم مسرح الميدان لحضور المسرحية الكوميدية خادم السيدين، واللي بتتناول موضوع الطبقية والحب، الفقر والجوع بأسلوب فكاهي. ولمحبي الكاريوكي بإمكانكم اغتنام الفرصة للتحرر من تراكمات وضغوطات العمل خلال الأسبوع من خلال مشاركتكم في الاحتفال المنظم في جاودي تاباس بار الجمعة المساء. الأحد المساء بتدعيكم جهات عديدة، لجنة حي وادي النسناس والمركز الجماهيري في الحي بالتعاون مع بلدية حيفا للمشاركة في احتفال توزيع الكؤوس وشهادات التقدير على المجموعات المشاركة في دوري كرة القدم لذكرى كميل شحادي مؤسس بيت النعمة في المدينة. أما الاثنين المساء بتدعيكم عائلة الحليصة لحضور دوري كرة القدم اللي بيحمل عنوان الحليصة عائلة واحدة. طبعا الدوري من تنظيم جهات عديدة مؤسساتية وأهلية، الدوري اللي ينظم في مركز هاجي بورين في الحي، فمدعوين لا تسجيل هدف من خلال تشجيع لاعبين في الحليصة وفي وادي النسناس. وأخيرا أسرة مدرسة الحوار للتعليم البديل تدعيكم لحضور المسرحية الغنائية الأميرة الخضراء اللي بتعالج موضوع جودة البيئة بعد احتراق جبل الكرمل، المسرحية من إنتاج المدرسة. فهنيئا لمدرسة الحوار على الإنتاج الخلاق. لهون انتهت نشرتنا، بتمنى لكم نهاية أسبوع سعيد.